أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدور الذي تطلع به المؤسسات المالية والمصرفية في دعم الاقتصاد الوطني وما يشهده القطاع المالي والمصرفي من تطور ونماء مستمر. وأشار سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز مركز البحرين الريادي في هذا القطاع الحيوي بما يسهم في رفض المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور سعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، السيد بيل ويتزر الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارتر بنك وعددا من كبار المسؤولين بالبنك، حيث نوه سموه بالخدمات المالية والمصرفية التي يقدمها البنك منذ تأسيسه في المملكة قبل أكثر من 100 عام، مشيدا بالإسهامات البارزة للمؤسسات المالية والمصرفية في خلق الفرص النوعية أمام أبناء المملكة وجذب الفرص الاستثمارية الواعدة بما يصب في تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية تماشيا مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. من جانبه أعرب السيد بيل وينترز الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارتر بنك عن شكره وامتنانه لما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام ودعم تعزيزا للقطاع المالي والمصرفي متمنيا لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والنماء.